لولي سلمي عليهم، قولي لهم رمضان كريم. رمضان كريم يا جماعه. اليوم يوم مميز. ليش يا أميرة؟ لانه جاي لنا ضيوف. اليوم راح نتسحر بس مو لوحدنا، وراح نسوي يا جماعه اليوم اكله طبعا من مطبخ الفلسطيني، والاكله هي انا صراحه دائما اخذ الطبخات من اليوتيوب واشوف الطريقه والمكونات، فلكن اليوم انا ما دخلت على اليوتيوب ولا اي مكان. ليش؟ لانه محمد وكاتي جايين عندنا. نقول لكم يا جماعه انه في بالنا الافكار مقالب نسويها، مو مقلب واحد ولا اثنين، نحاول انه نحاول 3 مقالب نعملهم. ليش؟ لانهم يا جماعه يوم من الايام، ما ادري متى، قبل صورنا هذا فوق أميرة، صورنا جو عندنا، واول ما دخلوا البيت يقولوا لنا تخيلوا اتهمونا ان ريحه بيتنا، ايش الريحه الخايسه هذه؟ ايه، اتهمونا ريحه بيتنا معفن، وقاعد يقولوا احنا، وانا صراحه شككوني بنفسي، لانه اميره لسه في ذاك اليوم والله معقم البيت ومنظفته بالديتول، لانه عندهم بنتهم الصغيره ياسمين، فانا خفت عليها انه تكون تمشي في الارض وكذا، فانا عقمته بالكلوروكس وشلت الزباله وشلت كل شيء، بس لكن الريحه معفنه. ها طيب انا اوريكم الريحه المعفنه الحين، حنوريكم والله. وين طلعها 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 هذه، ايوه هذه، ايوه عبد الرحمن. والله يا جماعه ريحته مو مجاري. طيب الفكره ايش يا جماعه؟ انه اول ما يدق الجرس قبل ما نفتح لهم الباب حخلص العلبه هذه في الجو عند البوابه هنا. ايوه ابغاك تخلص العلبه يا عبد الرحمن هذه، اوكي؟ لا تبقي منها ولا شيء. ما تبقي منها شيء خلاص. اوكي؟ فابغاك تبغبغ. لا اوه ماي جاد، لا ما شميت شيء اصلا، ما شميت شيء. والله انا شميت. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد. جاوب بسرعة، لا لا تسوي اللي تفتح الباب، استني بسرعة، كثير كثير كثير. ايوه خلاص افتح الباب بسرعة، خبيه فوق بسرعة بسرعة، طبق الثلاجة، يلا اوه ماي جاد. هلا 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 هلا، سلام. اوه ماي جاد، ثانك يو. بريفيت بريفيت، كيفك؟ كيفك؟ اخبارك؟ طيبة، ايش اخباركم؟ منورين منورين. بنات تفضلوا تفضلوا تفضلوا. انت بس غيشتي. ها؟ ايش في؟ نبلنا تواليت تكريت بياتهم. تواليت تكريت. شو؟ تواليت ده عبد الرحمن. ده خديتي. قاعد تقول عليك انك رحت الحمام. نيت انا نبلنا. تفضل. ايش في؟ مش على الكاميرا صح؟ ايش في؟ لا احنا بتعرف اللي يعني احنا عادي اصحاب، عشان هيك بنقول لكم بس. لا 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 والله لو حدا اول ما تفوت هيك هبه ريحه. والله احيانا شوف احيانا يمكن من المجاري في المجاري تطلع ريحه كذا، يمكن من الجيران. تفضل تفضل خلاص بعدين. ممكن ياسمين؟ لا لا ياسمين ريحه منكم، انتوا جايبين الريحه معاكم ريحه، وبعدين يتهمونا يا جماعه. ياسمين خريتي. كيف تطق كيف قلت ياسمين؟ خلاص خلاص، شوفوا الضيوف اللي يجوا ويجيبوا الريحه معاهم يا جماعه. هذا اول مره. انا كنت حامل ياسمين يا عالم والله العظيم. لما انا شوف لا انا كنت حامل ياسمين، لما فتحت الباب هبت ريحه، هب هيك. شو اللي الريحه هذه؟ بالله بالله شو اللي الريحه دي؟ هذا هاي الريحه اللي هبت في وجهي، مش ريحه البنت يا جماعه، حرام عليكم. التهمات الصغيره. هي الريحه بتخرج. الو يا جماعه جماعة محمد وكاتي عندهم قناة على اليوتيوب كمان، ولا تنسوا تروحوا عندهم تشتركوا، كمان تسووا لهم لايكات كثير وكتبوا لهم تحت تعليقات احنا من طرف عائلة ميرو. ورابط قناتهم راح تلاقوه تحت في صندوق الوصف. وانتم كفو والله يا جيش من عائلة ميرو، انتم كفو يا جماعة. ابغاكم تروحوا تشوفوا محمد في قناتهم كيف لبس الثوب الاماراتي وحقهم العمة، بعدين جيت انا ظبطت له اياها. والله يا جماعة اجينا وتفاجئنا باشكالهم، كانوا لابسين اشياء غريبة عجيبة. لا لا لا, لا بس كاتي كانت لابسة كويس، اما محمد لابس الثوب ضيق وعضلاته طالعة كذا من الجنب والعمامة مفتولة على جنب طالعة. 2022 ان شاء الله راح تشوفوه في قناتهم. ونحن مستمرين في سلسلة الاكلات العربية، فقلنا اليوم نسوي المقلوبة الفلسطينية. بس دقيقة محمد انا اسألك سؤال، ايش السؤال؟ هذه تنأكل السحور؟ والله بالمره مش عارف صراحه. والله انا مستغرب منيح انك سالت، لاني لو بدي احكي لحالي والله لا شو سحور؟ ليه؟ ما بناكل احنا السحور، بناكل شغلات نواشف خفيفه. انه هم يعني كذا خفيف، كل اكلات خفيفه لطيفه. ما شفت عبد الرحمن ياكل كبسه يا حبيبي. اذا ما تاكل مندي تاكل كبسه على شو اسمه على السحور، ما هذا ما يعتبر سحور. انت اول ما تصحى تكون جوعان على طول لازم اليوم. شوف بس هلا انا فلسطيني ما بحكي للمقلوبه لا باي وقت، مش من العاده، لا مش من خلاص اليوم نحن نكسر القوانين. اليوم استثنائيه خلاص، فلا لا اليوم ما راح نفوت فرصه المقلوبه يا جماعه. فالحين تفضل انتوا ليش واقفين؟ يكفي شممناكم الريحه المعفنه. تفضلوا ارتاحوا. يلا تفضلوا يا جماعه ذوقوا حق اميره الستاربكس حق اميره. هي قالت لي صراحه ايش قالت لي؟ قالت لي مو ستاربكس ايش قلتي؟ باكس باكس اوه كمان ستاربكس. ماي جاد ياسمين ليش سويتي كذا؟ حرام اميره ليش ياسمين انتوا بتمسكوها صراحه. والله بفضلي ما يا الله حتى الين قاعده تبكي. ها الله خلاص خلاص بنتي لا تزعلي يعني وسخت حمام الين وكمان وسختني. والله حرام ما تحركت بحضني قاعده البنت. لا هي اللي دفتني اصلا. لا شوف فيديو شوف فيديو مش اسمي انا صراحه شفت الفيديو. دقيقه خلوني اعيد دقيقه. اي ياسمين اللي والله احنا عندنا مثلا ما يشهد مع العروس الا امها واختها. لا قاعد اقول لهم دقيقه هي فيديو ما عاد شيء. الله 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 ما شاء الله. بدأت أميرة بالشغل. اليوم أحس بضغط لأنه عندي اثنين حكم هنا قاعدين يراقبون تصرفاتي ويراقبون كل شيء. كيف محمد كيف تقطيعها للبصل مضبوط ولا أي كلام؟ مضبوط، ما هو هذا كله بالنهاية الشغل. أنا بعرف كمان أنا قاعدة أدمع يا جماعة. بس هيك تحط الدجاج على طول صراحة. البصل مش البصل مش لازم طيب خلوني أغسل الدجاج بسرعة. اسمع كاتي تعرف تسوي مقلوبة ولا لا؟ والله بتعرف تسوي مقلوبة. والله مو قدامها. لا بتعرف طبعا بتعرف بس بدها مساعده صراحه. اوكي لا انا بعرف زيها زي اميره يعني حبيبي. طيب يا جماعه الحين انا دخلت غرفه النوم عشان اقول لكم المقلب الثاني ايش راح يكون. طبعا احنا قاعدين في المطبخ كلنا نطبخ المقلوبه، وانا قلت ليش ما اسوي نفسي اني قطعت يدي مره ثانيه. راح استخدم نفس المبشره هذه اللي قعدت ابشر فيها، وراح اسوي نفسي اني قطعت يدي، وكمان عندي كذا انبوب فيه له شيء زي الدم، فراح اقطع نفسي واشوف ردة فعلهم. شوفوا يا جماعه لسه الجرح اللي جرحته قبل يومين ما التئم. اللي ما شاف كيف جرحت نفسي روح اخر فلوج نزلناه يا جماعه. قعدت انزف دم بطريقه مو طبيعيه، جرحت نفسي وانا ابشر البصل، فالجرح مره عميق. طب خلاص يا جماعه استريحوا انتوا خلاص. اميره حتقطع كل شيء سادس. لا انا لا عادي اجلسوا. انا محمد اقعد مشغول مع ياسمين. لا اقعدي بالله كاتي. لا سادس خايف خليهم هم يلعبوا هناك. محمد بسرعة. اي قطعت يدي من الشفرة مرة ثانية. الله يهديك انت ما تنتبهي. رجل انت كمان عم تصور. جيب لنا بالبلاستر او معقم جروح على السريع. طيب يا الله مقلوبة حقكم هذه كلها بسببكم. بس فرجينا بس قديش الجروح اذا كبير ولا لا نعرف. هذا الجرح يعني الدم دم يعني احمر يعني صراحه. لا يقول لي وريني جرح وريني جرح هذا الجرح. ولما شفته على البطاطس انا خلص يعني. يا الله محمد انت رحت غسل يدك غسل يدك. الله يسامحكم الله يسامحكم. يا سلام يا سلام يا سلام. لا, لا, لا انا حبيت المقلوبه بس على فكره. خلاص انا يا القلوب مقلوبه والله هي شمس علينا والله. دوق 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 عادي دوق عادي عادي زي البطاطس. خلاص شكله ما حيبقى بطاطس المقلوبه. ايش رايكم يا جماعه؟ انا عندي لكم اقتراح. ايش اقتراحك؟ ايش رايكم نسوي بطاطس وخلاص؟ فكره ابداع. واو ملم ملم والله يا شيخ. لا لا والله يا شيخ. لا وعنده الصبر يقطع الخيار كذا صغير صغير. انا حتى ما يجيني صبر. 2000 years later. اوه ماي جاد اخيرا يا جماعه هذه المقلوبه اخذت 3 ساعات. تخيلوا الساعه 4 الفجر لازم نلحق على السحور. نص ساعه لازم نلحق. والله هي فكره شكلها مشهي. يلا انت ما تعرف ايش جراك محمد كيف والله بتعرف تقلب. خلص انا بديش احكي ولا كلمه. يلا اميره 1 2 3. اميره مستعده؟ لا ثقيله والله ما توقعت. بسم الله الرحمن الرحيم. اه برافو عليك. هذه يبغى لها عضلات. سمعتها سمعتها لما سمعتها. اوه مبينه 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 مبينه. اوه ماي جاد يلا يلا. بس يعني هي بدهاش ضرب واضحه 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 واضحه. خلاص يلا ارفعها. يلا بسم الله الرحمن الرحيم مستعدين 1 2 3. مش مشكلة هذا كله مش مشكلة. واو انه لو وضى الخضار يعني هذا شيء طبيعي يصير في المقلوبة. يعني مش طبيعي طبيعي بس انه بس انه هي شوف انتوا جايتكم اليوم غير طبيعية اصلا كلها ببعضها حتى المقلوبة. والله من ياسمين جنيتها ما خلتنا نركز مع المقلوبة. ما خلتنا نركز على المقلوبة. بس انا بحكي لكم هذا الشيء هذه عبارة عن نكهة. هذا كثير العالم بتحبه والله. في كثير ناس هذا المقمر. انا اقول لك دائما هذا المقمر احلى شيء هذا. خصوصا في احيانا اذا ما كانت الطنجرة تيفال هيك بيلزق بالطنجرة بيموتوا عليه العالم. اوه ماي جاد عادي عادي يعني. فات يا جماعة راحت تنوم بنتها. انا الحمد لله الين بس حطيتها في السرير نامت لوحدها. انا عايشة حياتي الان. انا عايشة حياتي. يلا تفضلوا. يلا محمد يلا بسم الله نباك تعطينا رأيك في المقلوبة المحروق. قصدي المقلوبة شو اسمه المضبوطة. والله التخاش في عيني حتى دمي حلوه حيكون لك حلوه. لا ها طعم حرق فيش فيها طعم حرق نهائيا. الحمد لله الحمد لله يعني جد نهائيا. كم تعطيها من 10؟ بس عشان تعرفي انك موضوع البهارات نقصت شوي بعطيها 7 من 10 صراحه. 7 من 10 اقول لك مش بسببها مش بسببها بسبب البهارات كان عندنا نقص. والله هو ما اختار يا جماعه انا واقفه طلعت كل بهاراتي اللي بدي. قلت له اختار قال لي والله ما اوكي يعني العيب فيه. محمد ايش كنت تقول ايش كنت تقول؟ لا اصبر يا كاتي هذا زوجك والله. انا مو شغل ليش هيك؟ انتوا يا والله يا جماعه الحلقه هاي ما لها دخل بالطعم وحياتي. طب دقيقه ايش كنت تقول قبل شويه؟ حترجع تقيم من اول جديد صح؟ كنت بحكي لا بعد ما اكلت انا المقلوب بس ناقصها شويه ملح مش اكثر. لا بزيد انا التقييم. كم؟ والله 9 من 10. الله الله انا تحمست ادوق صراحه. حطي شويه ملح قبل ما تدوقي وشوف الطعم. يعني كمان ما في ملح كمان محروقه ملح ناقص. بدها بس يا كاتي كوشي كوشي. انا مصر ايش هذا لازم احط ملح عشان تعلم طبعا. ولد خلاص هذا حتكون حلوه الان عشان تاخذ بالله. بس اعطيني رايك الصريح حتى لو محمد وكاتي قاعدين هنا صراحة. عادي لا تجاملهم لا تجاملهم. لانه انا شو رايك؟ عبد الرحمن طبعا الشيف رمزي حيقعد 3 ساعات يتذوق. ايش؟ صراحه احنا جاملناكم بس ما حبيتها حتى انا ما ادري كيف طعمها. انا متاكد انه الموضوع هذا كلياته فاضي والمقلوبه كثير زاكيه. لا والله المقلوبه راح يسووا فينا مقرب رابع وخامس وسادس نقضيها معاك. لا والله المقلوبه الزاكيه عبد الرحمن الله يعطيكم العافيه والله حلوه صح. خاصه انت شاركت يعني جيت واكلت بالبطاطس هذا مشاركه وجدانيه رائعه. كيف؟ يلا عبد الرحمن كم تقيمها من 10؟ بعد ما خلصتها؟ بعد ما افتكرنا لسه. والله يا جماعه مو مدحا عشان محمد قدامنا ولا مجامله. ايوه لأميرة لأنها كمان طبخت صح وقطعت يدي بس والله مرة عجبتني، أنا أعطيها 9.5 من 10 ما شاء الله. إي والله شوف التقييم هذا ترى أنا ما أعطيه لأي شيء. إيه ما يعطي لأي شيء ترى، هذا شيء نادر جدا، ترى هذا شيء نادر جدا. خلاص عبد الرحمن يعتمد يعني هالطبخة؟ تعتمد بس ثاني مرة أنا أقول لك إيش تسوي، حاول إنك تضيفي رز بسمتي يمكن معاها أتوقع تطلع أحسن. عبد الرحمن لازم يغير بالخلطة. لا أنا أحب أغير يا جماعة وأخليها كذا محروقة. يا جماعة قاعدين يتسابقوا لأنه راح يأذن بعد دقيقة كل واحد يشرب، ترى أنت مو خزان، ترى مو خزانة. كل شيء عبد الرحمن يفكر حاله جمل يخزن كذا دائما يصير قبل السحور. أدى ندن يلا نزل نزل فمك نزل. والله الحمد لله شبعنا واكلنا، الف 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 الحمد لله. الحمد لله تسلم الايادي اللي طبخت. الله يسلمك، والصحون اللي راح تغسل هذه الاشياء. خلص محمد والله يا جماعه عبد الرحمن قاعد يودعهم وقاعد يبخ البخ المعفن. انت مكتوب انت خلاص خلاص ترى خلص المقلب خلصنا. المهم يا جماعه توصلي بالسلامة. يلا مسافرين يا جماعة، بكرة مدري بعد بكرة، بكرة ولا بعد بكرة؟ بكرة بكرة مسافرين. يلا توصلوا بالسلامة إن شاء الله. مع السلامة. على خير. أبو حميد. أبو حميد قاعد يجهز إيش تسوي أنت قاعد؟ تفضلوا سلاحكم. السلاح يلا مع السلامة، توصلوا على خير إن شاء الله. إن شاء الله الله معاكم، إن شاء الله توصلوا بالسلامة، استودعناكم الله. يلا يلا مع السلامة. مع السلامة. الوداعية. المهم يا جماعة اليوم مرة انبسطنا، وان شاء الله انتم كمان تكونوا انبسطتوا بفلوق اليوم. كمان لا تنسوا تروحوا قناة محمد وكاتيا وتدعموهم وتوروهم قد ايش عائلة ميرو جيشها مرة قوي، وانكم كفو وانا اعرف انكم كفو. اي والله يستاهلوا. رابط قناة محمد وكاتيا راح تلاقوها تحت في صندوق الوصف، لا تنسوا تروحوا وتدعموهم وتشتركوا عندهم، كلكم اللي تشوفوا فيديو انتم كفو. لا تنسوا تتابعوني على الانستغرام وسناب شات وفي قناتي على اليوتيوب أميرة ستار. احبكم كثير وان شاء الله اشوفكم على خير بفلوق ثاني. باي تصبحوا على خير.